اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي ونعلق عليها. الوطن الرياضي حسابه الرسمي على فيسبوك قالوا ايه؟ قالوا ملامح تشكيل الاهلي في الموسم المقبل بعد ضم الصفقات الجديده. ان شاء الله بكره بنسبه كبيره هعمل لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي المتوقع للموسم الجديد في اطار بعض التغييرات اللي موجوده في القائمه باضافه بعض العناصر كصفقات جديده او عوده بعض اللاعبين المعارين، فهيبقى في خيارات في الحقيقه كتير جدا جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني اللي خلاص يعني عارف قائمته بشكل كويس، عارف احتياجاته والنادي الاهلي نفذها له، فبالتالي هننتظر موسم رائع باذن الله بالنسبه للفريق في اطار طبعا منافسه صعبه على مختلف الاصعده سواء محليا او افريقيا او كمان عالميا لما نلعب في كاس العالم للانديه. فده امر من ضمن الامور المهمه جدا. تعالوا نروح لخبر اخر وهو خاص بالوطن الرياضي ايضا واللي بيتكلم على ان الاهلي يسعى لانهاء اربع صفقات جديده. الكلام ده غير حقيقي يا جماعه، زي ما اتكلمت بحضراتكم قبل الفاصل وقلت لحضراتكم كل الاسماء اللي ممكن يكون الناس بتتكلم عنهم. يعني انا مثلا قال لك شادي حسين، قلت لحضراتكم مفيش اي مفاوضات خالص. محمد الزنفولي حارس البنك مفيش الكلام ده خالص. بعض الاسماء فالاقرب بنسبه تفوق ال 95% ان مش هيكون في اي صفقات جديده بالنسبه للفريق. طيب تعالوا نروح لخبر اخر وهو من خلال بالمناسبه امير توفيق نفسه طلع في القناه اعتقد عندنا اعتقد يعني واكد ان خلاص الاهلي قفل ملف التعاقدات، يعني مش هيضيف اي لعيبه. تعالوا نروح لليوم السابع. الاهلي يعلن تمديد عقد عمرو السوليه وعلي معلول. خلال ساعات قلنا لحضراتكم كل الكواليس اللي بتتعلق بالملف ده والامور ماشيه في الاطار الايجابي وفي توافق كبير جدا ما بين الاهلي ما بين عمرو السوليه وعلي معلول في توافق مع الثنائي بخصوص التجديد باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى نسمع خبر جيد قريب بخصوص هذا الملف. الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا ان برنامج بدني لتجهيز ميكيسوني قبل السوبر المحلي. الناس بتسال ميكيسوني ليه ما شاركش في التدريبات حتى الان رغم ان احنا شفنا بيرسي تاو. ميكيسوني من ضمن اللعيبه اللي كانت واخده اجازه مع اللعيبه الدوليين، فبالتالي هو موجود في مصر من اول امبارح تقريبا وهيشارك مع عوده الدوليين باذن الله الفريق ككل في تدريبات بجره. حته بقى ان هو يكون عنده برنامج تاهيلي او لا، ده خاص بالجانب الخاص بالجهاز الفني، هم اللي يقدروا يحددوا هل هو محتاج برنامج تاهيلي ولا لا. بس اعتقد ان اللاعب بيشارك مع منتخب بلاده في الماتشين في تصفيات كاس العالم وادى اداء جيد، فاعتقد ان هو جاهز بدنيا، لكن كله بيترتب على تقييم الجهاز الفني، يعني ده امر مؤكد. فكله ان شاء الله كل اللعيبه الدوليه بما فيهم ميكيسوني هيشاركوا في التدريبات بدايه من الغد باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لخبر اخر وهو خاص بكارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الاول. اسم جيد ومدير فني كبير طبعا، ما حدش يقدر يختلف، عنده سي في محترم. بعض يعني المراحل بالنسبه له كانت جيده وبعض المراحل الاخرى كانت مش على ما يرام يعني او ما كانتش بالشكل المطلوب، لكن يبقى ان هو مدرب عنده خبرات عظيمه جدا. في كل الاحوال زي ما اليوم السابع بيقولوا كده ان هو الراجل هيكون متواجد في مباراه الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي كبدايه لمتابعه المباريات الخاصه بالبطولات المحليه المختلفه عشان يستقر على العناصر اللي يضيفها. واحنا عندنا فتره ضيقه جدا من دلوقتي لحد ماتشين ليبيا الحاسمين جدا، ليبيا 6 نقاط احنا 4 نقاط، فمهم قوي ان انت تكسب الماتشين يبقى انت حسمت الامور بشكل كبير باذن الله تعالى، او على اقل تقدير تكسب ماتش وتتعادل ماتش. فمهمه صعبه على المدرب الجديد، بس اعتقد الحمل كله او العبء كله هيكون على الكابتن ضياء سيد والكابتن محمد شوقي اعضاء الجهاز الفني. ربنا يوفقهم باذن الله ويوفق